فيلمنا بيبدأ في القرن ال11 في عهد إمبراطورية الصين القديمة مع بنت اسمها جونج، واللي بتكون زوجة رئيس حرس الإمبراطور. بتكون قاعدة قدام الشاطئ بتاع بيتها، وفجأة بتسمع صوت حد بيتكلم من وراها، فبتتخض جدا وبتبص وراها، لكنها ما بتلاقيش غير قط أسود واللي بيتكلم تاني وبيطلب منها إنه ياكل. فبتجري جونج بسرعة لبيتها وبتسيب الأكل، وبعد شوية بيطلع القط الأسود لأوضتها وبيقول لها إنه مش بياكل من غير مقابل، وإنها ممكن تاخد مقابل الأكل اللي أكله من الفلوس اللي تحت الشجرة في الجنينة. وقبل ما يمشي بيقول لها إنه هيجي تاني. وبتنزل جونج وهي خايفة، وبتلاقي إن القط أكل الأكل كله، وبتلاقي سمكة عينيها متاكلة. فبتروح تحفر تحت الشجرة وبتلاقي فعلا فلوس كتير جدا. وبيرجع جوزها البيت وبتحكي له جونج على اللي حصل، وبتوريه الفلوس اللي لقيتها. وفي قصر الإمبراطور بيبقى مريض جدا، وبيجي الكائن كوكاي من اليابان، واللي المفروض يكشف عن حالة الإمبراطور ويعالجه. فبيلاقي لونه غريب جدا وبيتنفض وهو بيعمل حركات غريبة، وفجأة بيسمع صوت قط وبيحس بحركته من بعيد، وبيبص في الأرض بيلاقي فارو القط، وفجأة بيتنفض الإمبراطور لآخر مرة وبيموت. وبيخرج الكاهن وهو بيفكر في اللي حصل، وبيجي كاتب الإمبراطور الخاص واللي اسمه باي، فبيسأله كوكاي عن القط الأليف اللي في القصر، فبيقول له إنه ما شافش أي قطط. فبيوريه كوكاي فارو القط وبيمشي ورا الفرو بتاعه لحد ما بيوصلوا الخشبة مكتوب عليها قصيدة شعر لواحد اسمه ليه. وبعدها بيحاول باي يتأكد من وجود القط، وبيسمع الحرس الليلي وهم بيتكلموا عن القط الأسود اللي بيتكلم في بيت رئيس حرس الإمبراطور. وفي تاني يوم بيقابل باي كوكاي وبيحكي له عن اللي سمعه، وبيتمشوا مع بعض للسوق، وهناك بيلاقوا ساحر بيقول للجمهور إنه هيزرع بذور البطيخ، وفي خلال 5 ثواني بس البذور هتتحول لبطيخة. وفعلا بتتحول البذور لبطيخ، وبيدي الساحر واحدة منهم للكائن كوكاي، وبيبقى باي مصدق اللي بيحصل، فبيقول لكوكاي إنها مجرد خدعة بصرية. وبعد شوية بتتحول البطيخة لرأس سمكة، وبيقول كوكاي لباي ما يصدقش كل حاجة بيشوفها. وبعدها بيقرروا يروحوا لبيت رئيس حرس الإمبراطور واللي بيكون جزء من القصر، وبيبقوا عايزين يتأكدوا من القط المتكلم. وبيكون البيت مليان بنات كتير جدا، وبيشوفوا رئيس الحرس وهو داخل البيت، وبيكون في احتفال كبير. وبتنزل جونج مرات رئيس الحرس، وفجأة بتشوف جوزها مع بنت تانية، فبتتضايق وبتطلع أوضتها وهي حزينة، وبيكون قدامها إبريق وكوباية. فجأة بيتحركوا لوحدهم وبيتصب المشروب في الكوباية لوحده، وبتتحول نظرة جونج لنظرة شريرة، وبيكون في ظل حوالين عينيها. وبتنزل تقعد جنب جوزها واللي بيبقى بيتفرج على رأس البنت اللي أعجب بيها، وبيبقى معاها كاس المشروب اللي اتصب لها من شيء مخفي، وبيبقى رئيس الحرس بيرقص مع البنت وبيشربها بنفسه ومشروب جونج. في الوقت اللي بيدخل فيه كوكاي وباي البيت، فجأة بيظهر ظل القط الأسود من ورا الأبواب، وبينادي القط على رئيس الحرس وبيقول له إن في دين قديم لسه ما اتدفعش لكنه هيدفع. فبيستهزئ رئيس الحرس بيه وبيرمي له سمكة، فبيقول له القط إنه عارف إنه مش بياكل غير العين. فبيسحب رئيس الحراس سيفه وهو وباقي الجنود وبيحاولوا يقتلوا القط، لكن القط بيختفي وبيهجم عليهم من كل مكان، وبيقتل عدد كبير من الحراس وبيجرح الباقي، لحد ما بيقف عن هجومه وبيقول لرئيس الحراس إن ميعادهم بكرة بالليل وبيمشي. وفجأة بيظهر حارس من الحراس من غير عين، وبيكون القط أكلها. وبيخرج رئيس الحرس يدور على القط، فبيلاقي البحيرة اللي قدام البيت مليانة سمك ميت، وبيبقى عين كل سمكة فيهم متاكلة. فبيستدعي الكاهن كوكاي مفتش الإمبراطور وبيحكي له عن اللي حصل. فبيقول المفتش إن الأمير ابن الإمبراطور تم تتويجه امبارح، لكن في تاني يوم جاله شلل وبقى قعيد، وبيقول إنه في لعنة حلت على أسرة الإمبراطور. فبيفتكر كوكاي وباي الدين اللي القط اتكلم عنه، وبيعرفوا إنه قط ملعون. وفي تاني يوم بالليل بيكون رئيس الحرس نايم جنب جونج مراته، وبيلومها وبيقول لها إنها السبب إن القط الملعون ده دخل البيت، فبتقوله إنه استفاد بدخوله وإنه بقى معاه فلوس كتير. فجأة بيظهر القط وبيدخل البيت وبيقتل كل الحراس اللي فيه، وبعدها بيهجم على جونج وبيسأل رئيس الحراس لو هينقذ مراته. فبيهرب رئيس الحراس من الخوف وبيطلب مساعدة من الحراس، لكنه بيلاقيهم كلهم ميتين، وبيبقى القط مسيطر على جونج وهيخليها تنط من الشباك. فبيرجع رئيس الحراس لقطه، وبدل ما يدخل ينقذ مراته بيقفل الباب عليها وبيهرب. وفجأة بتظهر له جونج في الحديقة وما بيكونش مصدق عينه لأنها كانت في الأوضة، فبيهرب وبيفضل يخبط على أوض البنات، لكن مفيش ولا بنت بتخليه يدخل بعد اللي حصل من القط. وفي الوقت ده بتكون البنت اللي رئيس الحراس أعجب بيها مريضة جدا، فبيستدعوا الكاهن كوكاي عشان يساعدها، وبيعرف إنها اتسممت بسبب مشروب، وبتشك صداقتها في جونج وده لأنها كانت غيرانة منها. فبيكتب كوكاي رموز بوذية على رجليها وبيجيب لحم ني وبيحط من دمها عليه، فجأة بيتحول اللحم لدود مسموم وبيقدر يسحب السم كله من جسمها، وبيبقى رئيس الحرس بيراقبهم، فبيطلب منه الكاهن إنه يساعد مراته. فبيروح الكاهن معاه وبيلاقوا جونج وهي ماشية على سور البيت وبتقرب على نهايته، وبتبقى بتغني نفس الشعر اللي القوم مكتوب على الخشبة في قصر الإمبراطور. فبيقول لهم الكاهن ما يخافوش لأنه مجرد وهم وإن مراته سليمة. فبيسألوا باي إزاي عرف إنه وهم، فبيقول له كوكاي إنه جونج ملهاش ضل. وبيروحوا أوضة جونج بيلاقوها نايمة، فبيحاولوا يفهموا مصدر القصيدة اللي قروها على الخشبة واللي جونج بترددها. وبيروح كوكاي وباي المكتبة، وهناك بيلاقوا القصيدة اللي كانت مكتوبة على الخشبة، وبيفهموا إن القصيدة خاصة بشعر اسمه ليه واللي كتبها لحبيبة الإمبراطور واللي اسمها يانج. وبيحكي كوكاي عن حبيبة الإمبراطور يانج المفضلة، وإن على الرغم من إنه كان عنده مئات البنات إلا إن يانج كانت أكتر واحدة بيحبها، وده بسبب جمالها اللي ملوش مثيل. وبيكمل وبيقول إنه من حبه فيها عمل لها حفلة كبيرة جدا وأهداها قصيدة الشعر دي عشان يعبر لها عن حبه. وبيبقى كوكاي بيحاول يفهم علاقة القط بالقصيدة والإمبراطور. فبيروح كوكاي للساحر اللي شافه في السوق وبيقول إنه أكل البطيخ اللي إداهوله وإنه كان طعمه لذيذ جدا. فبيقول الساحر إنها كانت وهم وإن البطيخ مش طبيعي.
طبيعي، فبيسألوا كوكاي لو ممكن قط من الوهم يبقى بيتكلم وبيقتل ناس. فبيقولوا الساحر ان جوه الوهم في حقيقة، فبيفهم كوكاي ان في حاجة جوه القط هي السبب في انه يتكلم ويقتل، وانه لازم يكتشف السبب. وبيروح من تاني لبيت رئيس الحراس، وهناك بيلاقي البيت مضلم جدا والزرع ميت وكأن البيت مهجور من سنين، وده على الرغم ان انهم كانوا فيه امبارح. وبيقابلوا قدامهم جونج وبيسألوها على قصيدة شارلي، فبتقولهم جونج ان ليه كتب القصيدة ليانج بأمر من الخادم الخاص بالإمبراطور، لكنه اتنفى بعد ما كتبها. وفجأة بيظهر القط الأسود وهو قاعد على راس جونج كأنه جزء منها. فبيسأل كوكاي القط عن هويته، فبيقولوا القط انه كان صديق الإمبراطور وحيانه الأليف من 30 سنة، لكنه تخلى عنه وسابه أول ما حصل تمرد عليه، وبعدها نسيه وراح يعيش حياته. وساعتها لقاه راجل قاسي دفن وهو حي، لكنه قدر يتحول لشيطان بعد ما أكل عيون السمك المسموم، وقرر يرجع عشان يأمن كل اللي دفنوه حي هم وولادهم. فبيسألوا كوكاي عن علاقة رئيس الحراس بدفنه، فبيقولوا إن والده هو اللي دفنه حي. فبيسألوا عن علاقة قصيدة يانج باللي بيعمله، فبيقولهم القط إنه كان موجود وهي بتموت، وما بيفهمش كوكاي أو باي قصده. بعدها بيخرج القط من روح جونج، فبتقع على الأرض وبيغمى عليها وبيرجع البيت زي الأول. وبتكون في حفلة تانية في البيت، وبيرقص رئيس الحراس مع مراته جونج، وفجأة بيهجم عليها وبيلف حوالين رقبتها الوشاح بتاعها، وبيفضل يجرها وراه لحد ما بيوقعها على الأرض وبيخنقها، وبيبقى المكان حواليهم بيدور والناس كلها بتتحرك بشكل هستيري. وفجأة بيعمل الكائن حركة بيخلي كل اللي في المكان يفوقوا، لكن بعد فوات الأوان. وبيفوق رئيس الحراس وبيلاقي إنه قتل مراته بإيديه، فبيخرج برا البيت وهو مش مصدق اللي عمله، وبيفضل يكلم نفسه لحد ما بيتجنن، وبياخد كل الفلوس اللي معاه وبيفضل يرميها في الشوارع، وبيطلع على الشجرة وهو بيضحك بشكل هستيري وبيكلم نفسه. وبيتكلم كوكاي وباي مع بعض وبيحاولوا يفهموا اللي بيحصل، فبيسترجع كوكاي كلام القط واللي بيقول إنه كان موجود أثناء موتها، إنه يقصد يانج، وبيتوقع كوكاي إن هي كمان اتدفنت وهي حية. فبيتعصب عليه باي وبيقول له دايما كان بيحذره إنه يصدق السحر والوهم، لكنه دلوقتي بيسمع لأوهام قطة ملعونة. فبيقرروا إنهم يسألوا واحدة من جواري القصر واللي كانت حاضرة حركة تمرد اللي حصلت من 30 سنة، وكمان حضرت موت يانج. وهناك بتقولهم الخادمة إن الإمبراطور بلغهم بموت يانج، واللي بسبب إن واحد من الحراس خنقها لحد الموت، وساعتها حضروا طوب الموت الخاص بيها. فبيسألها كوكاي إزاي اتأكدوا إنها ميتة، فقالت لهم إنهم بيفوقوا أي حد من خلال البخور، لكن لما حطوا البخور قدام مناخيرها ما فاقتش، فتأكدوا إنها مش بتنفس. فبيشكرها كوكاي وباي وبيمشوا، وبيفهموا إن القط بيقتل كل شخص ليه علاقة بموت يانج. فجأة بيعرفوا إن الجارية هي اللي خيطت طوب الموت ليانج إنها كمان ممكن تموت، وفي الوقت ده بيبقى القط موجود في بيت الخادمة وبيقولها إن هي اللي خيطت طوب الموت ليانج. فبيلف الخيط اللي في إيديها حوالين رقبتها وبيقتلها، ولما كوكاي وباي بيوصلوا بيلاقوها ماتت. فبيقرروا إنهم يدوروا على أي حد كان عايش وقت موت يانج، وبيدوروا في السجلات القديمة في المكتبة الإمبراطورية، وبيلاقوا شخص اسمه أبي. فبيقول باي إن أبي مات لكن مراته لسه عايشة، فبيروحوا لمراته واللي بتقول لهم إن أبي كان بيحب يانج مرات الإمبراطور، وبتقول لهم إنها عرفت من خلال مذكراته اللي كتب فيها عن حبه ليانج وقصتها. فبيطلب كوكاي منها المذكرات وبيقول لها إنه بيحاول يعرف حقيقة موت يانج، فبتديه مرات أبي المذكرات وبيمشوا. وبتبدأ القصة في يوم احتفال الإمبراطور بحبيبته يانج، وبيجي الشعب من كل أنحاء الإمبراطورية عشان يتفرجوا على جمال يانج اللي العالم كله بيحكي عنها. وبيحضر أبي الحفلة وبيشوف يانج اللي بيحبها، وبيقرر إنه يصارحها بحبه مهما كانت الظروف والعقبات، وبيجري في القصر زي المجنون وهو بيدور عليها. وبيبقى الإمبراطور عامل حفلة جوه القصر مليانة بالسحر والشعوذة والخدع البصرية، وبيبقى في عدد كبير من السحرة وأشهرهم الساحر الأحمر والساحر الأبيض، وأقواهم هو الساحر الأسود اللي بيقدر يحول مجرد ورقة لنمر شرس وبعدها بيحول النمر الورد، وبيه نمر الإمبراطور والورد ليانج. لكن الإمبراطور بيقول إنه مكتفي بالقط بتاعه واللي بيكون هو نفسه القط الأسود، وبيكمل أبي وبيحكي إنه ساعتها كان الشاعر ليه موجود واللي كان دايما سكران وما بيكتبش شعر غير في الوقت اللي بيحس فيه إنه عايز يكتب. فبيجي الخادم الشخصي للإمبراطور وبيطلب منه يكتب قصيدة ليانج، لكن الشاعر بيرفض وبيقول له إنه مش بيكتب عشان حد طلب منه ده. فبيقول الخادم إن الإمبراطور مش أي حد، فبيضطر الشاعر إنه يكتب وبيبقى سكران، وبيكتب على ظهر خادم الإمبراطور، وبعدها بيرمي القلم في البحيرة اللي جنبه وبينادي الحارس على يانج واللي بيعجبها قصيدة الشعر جدا. بعدها بيروح الحارس للإمبراطور اللي بيتعصب وبيؤمر بنفي الشعر ليه، وبيكمل أبي وبيقول إن الإمبراطورة قابلت السحر الأحمر والأبيض، وبسبب إعجاب كل الناس بيها سرق السحر الأحمر دبوس الشعر الخاص بيانج، فتخانق مع السحر الأبيض عشان يرجع الدبوس للإمبراطورة، وبتدخل الإمبراطورة عليهم وهم بيتخانقوا، وبتبقى فاكراهم إخوات. فبيقول لها السحر الأحمر إن والده لقى السحر الأبيض قدام النهر ورباه، فبيتضايق السحر الأبيض بسبب إحراج السحر الأحمر ليه قدام الإمبراطورة. وساعتها بتحاول يونج تخفف عن السحر الأبيض وبتقوله إن هي كمان يتيمة زيه، لكنها وصلت إنها تبقى أشهر وأجمل سيدة في الصين، وبيوقع السحر الأبيض في حبها وبتستمر الاحتفالات. وبيقرر أبي يدور على يونج عشان يعترف لها بحبه، وبيدخل المكان اللي هي فيه لكنه بيلاقي الإمبراطور قدامه، وبيحس الإمبراطور بحب أبي ليانج فبيهينه قدامها وبيقلل منه وبيطرده، وبيحكي أبي إنه ساعتها قلبه انفطر لكنه فضل يحب يانج رغم أي حد. وبيكمل وبيقول إن الجنرال قائد الحراس وصل في آخر الحفلة، وساعتها الإمبراطور كان عنده معلومات احتمالية تمرد الجنرال عليه، وفعلا بيحصل حالة تمرد وبيتأمر حراس الإمبراطور والجيش بقيادة الجنرال لرئيس الحراس ضده، وساعتها بيطلبوا راس يانج مقابل إنهاء التمرد، وده
اعتقادهم انها السبب في خسارتهم وفي انشغال الامبراطور بيها، وبيبعتوا للامبراطور راس اخو ياند اللي قتلوه، وده عشان يبينوا جديتهم. فبيتعصب الامبراطور وبيقول لاخر الخدام حواليه واللي من ضمنهم ابي انه مستعد يضحي بنفسه بدل كرامته اللي هتتهان لو قتل حبيبته. لكن الخادم الشخصي الخاص بيه قال له انه عنده فكره. ساعتها جاب السحر الاسود واللي قال لهم على طريقه يقدروا يزيفوا بيها موت الامبراطوره ياند، وده من خلال حقنها بماده معينه هتمنع قلبها يدق او تتنفس وكانها ميته. وبيجرب الابره على ابنه السحر الاحمر، وبعدها بيحط الابره من تاني عشان يفوق، وبكده يثبت لهم فعاليه الابره. وبيكون الامبراطور معترض في البدايه انه يدفن يانج حيه، لكن الخادم بيقنعه لان الحل التاني ان الامبراطور يسلم نفسه هو. فبيقتنع الامبراطور وبيبص ليانج حبيبته لاخر مره، وبيشربوا مع بعض اخر مشروب ليهم، وبتدي له يانج خصله من شعرها عشان يفضل محتفظ بيها، وبتتحقن يانج بالابره وبيعلنوا عن وفاتها. وبيجي رئيس الحراس عشان يتاكد من موتها، فبيمثل الامبراطور قدامه ان الخادم بتاعه قتل يانج وده عشان يحميه. فبينهار الامبراطور وبيضرب الحارس بتاعه بشكل هستيري، وبيقتنع رئيس الحراس وبيعلن ولاؤه من تاني. وبتدفن يانج في مكان بعيد، وبيتقتل كل شخص كان شاهد على موتها ومن ضمنهم ابي نفسه. وبيعرف السحر الاحمر والابيض ان الامبراطور مش هيرجع ليانج وهيسيبها مدفونه لحد ما تموت، فبيروحوا بنفسهم لقبر يانج لكنهم بيلاقوها ميته، وبيشوفوا ضوافرها متعوره، وبيعرفوا انها فقت بعد يومين وبعدها ماتت. وبيبقى كوكاي وباي بيتحركوا ناحيه قبر الامبراطور عشان يعرفوا الحقيقه، وهناك بيفتحوا القبر بتاعها لكن بيلاقوه فاضي. فبيدخل كوكاي للقبر وبيطلب من باي يقفل عليه، وبيكون كوكاي معاه شمع عشان يستكشف القبر ويعرف لو يانج فضلت عايشه ولا فعلا ماتت. وبيتخض كوكاي جدا وبيطلب من باي يخرجه بسرعه من القبر وهو منهار. فبيساله باي عن اللي شافه، فبيقول له كوكاي وعينه كلها حزن وخوف ان يانج اتدفنت وهي حيه، واثار صوابعها على القبر بيدل انها كانت بتحاول تخرج منه. وبيتصدم باي وبيعرف قد ايه ان يانج اتعذبت بدون سبب وملهاش اي ذنب في اللي حصل لها. وفجاه بيظهر قدامهم القط الاسود واللي بيحكي لهم بقى القصه، وبيقول ان ساعه دفن يانج سابوه معاها، وساعتها جه السحر الاحمر والابيض ولما عرفوا بموتها اخذوها لمكان تاني عشان ينقذوها، لكنهم اكتشفوا انها اتسممت بالمشروب وان الامبراطور كان اخر واحد عرض عليها المشروب، وبيبقى هو نفس السم اللي اتسممت بيه البنت اللي حارس الامبراطور اعجب بيها. وبكده يكون القط انتقم من حارس الامبراطور اللي والده هو رئيس الحرس اللي اتمرد على الامبراطور وطلب موت يانج. وبيكمل القط وبيقول ان السحر الاحمر والابيض حاولوا يساعدوها لكن من غير فايده. ساعتها اعترف السحر الاحمر انه كان عارف ان يانج اتسممت وانها كانت المفروض تفوق بعد يومين، لكن بسبب السم فكده كده كانت هتموت بالبطيء. وبيتصدم السحر الابيض فخوه وبينهار وبيتخانق معاه وبيسيبه. وبيكون السحر الابيض محتاج لحم ني عشان يقدر يخرج السم من جسمها، وبيلاقي القط قدامه وبيكون عايز يذبحه لكن بيقرر يضحي بنفسه وياخد السم في جسمه. وبيجرح السحر الابيض ايد يانج وبيشرب من دمها عشان ياخد السم، وبيدخل الدود المسمم جوه جسمه، وبيبقى عارف ان الدود هياكل جسمه فبيحرر روحه من جسمه وبيدخل لجسم القط. وساعتها بتدخل ذكريات القط مع ذكرياته، وبيسمع صوت صريخ يانج وهي في المقبره بعد ما فاقت، فقرر انه ينتقم من كل حد كان سبب في موتها وعذابها، وقرر كمان ياخد عيونهم اللي شافوا بيها يانج وهي عايشه. واول حد راح له هو الامبراطور وخد عينيه عشان يعيش طول عمره فاكر اللي عمله، وبيحكي انه دلوقتي بيدور على السحر الاحمر عشان يقتله، وده لانه بيحرس جثه يانج من 30 سنه، لكنه رجع في مره عشان يزورها لقى ان جثتها اختفت وما بيكونش في حد عارف مكانها غيره هو والسحر الاحمر. فبيقرر انهم يروحوا القصر اللي عاشت فيه يانج اخر يوم ليها، وساعتها بيجي الساحر اللي شافه جاي في السوق وبيعترف ان هو السحر الاحمر. فبيهجم عليه القط، لكن السحر الاحمر بيقول له انه اخذ جثتها عشان يحطها جنب جثته اللي احتفظ بيها، وده عشان لما تفوق في يوم من الايام تعرف ان السحر الابيض ضحى بحياته عشانها. وبيتاثر السحر الابيض جدا وبيعيط، فبيحاول كوكاي يقنعه انه يعيش حياته، ده لان يانج مش هترجع للحياه من تاني. فبيقرر السحر الابيض انه يحرر روحه من جسم القط، وبيسيبه جثه القط جنب يانج تكريما ليه. وبيطلب السحر الابيض من باي انه يكتب القصه الحقيقيه لموت يانج، وفعلا بيكتبها باي، وبتنتشر قصه يانج الجميله في كل انحاء الامبراطوريه، والكل بيعرف حقيقه موتها الماساويه. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.